وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على الاقتراح بقانون المعني بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 2018، والذي يهدف إلى معالجة الصياغات القانونية التي تتضمنها بعض النصوص التي من شأنها التأثير على التفسير القانوني بما يتوافق مع إرادة المشرع. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها ببيان أدلى به سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين، أعرب فيه عن بالغ الفخر وعظيم الاعتزاز بمسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققها قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها قبل أكثر من 5 عقود. كما أكد المجلس موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وخلال الجلسة تمسك المجلس برأيه حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع القانون بتعديل المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي من حيث المبدأ والمقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص. واليوم طبعا الجلسة ناقشت تقريرين للجنة المالية، أحد التقارير هو حول مشروع قانون بتعديل مادة تتعلق بإيراد كافة إيرادات أو تحويل كافة إيرادات الشركات المملوكة للدولة إلى الحساب العمومي. واللجنة رأت أن استخدام التعبير إيرادات لتحويله إلى الحساب العمومي يعيق الشركات، وبالتالي هو لا يتحدث فقط عن والتعديل يتحدث عن الإيرادات وأيضا الأرباح. لجنة الخدمات اليوم عرضت قانون تقرير قانون بتعديل المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي. هذه كان بناء على اقتراح من مجلس النواب، ولكن رأت اللجنة رفض هذا القانون وتماشيا أيضا مع قرار مجلس النواب الذي رفض أيضا مشروع القانون، لأنه متحقق في أرض الواقع بوجود المرسوم رقم 59 لسنة 2018، واللي كان ينص على تأكيد تحويل أجر العامل خلال المصارف أو المؤسسات المصرح لها باستلام هذه المبالغ.